لقاءنا اليوم بإطار فن فنانينا مع لينا مخول. سمعناها اليوم بهالأغنية، دخلت معنا السباق، بس ما نعرف تفاصيل هالأغنية وشو بيشغلها لأيامات. هاتف نادى بساعات السحر سائلا في قلق، ماذا الخبر؟ يا له صوت جرى في مسمع ذاب في سحره، ناي ووتر سارع القلب له، دقاته طائر الشوق لدي كالقمر. صوت الحلو، صوت لينا مخول اللي فازت العام الماضي ببرنامج The Voice، اختفت شوي، غابت شوي عن الساحة الفنية وعادت لنا بهالأغنية الحلوة أنت. مرحبا لينا. أهلا مشادي، كيف حالك؟ جلا منيحك. أنت تمام؟ مبروك الأغنية الجديدة. يبارك فيك. شكرا. شو الأصداء اللي عم تاخديها؟ الناس مبسوطة من الأغنية؟ توقعت أنه تقدمي هيك أغنية ولا توقعوا منك إشي تاني؟ أول إشي التعليقات كلها منيحة. كتير بتبسطني، وكتير ناس قالوا انه ما توقعوش هيك، بس الاشي يعني انه كتير عجبهن، يعني مش توقعوش هيك بطريقة سلبية. حلو. ليش بالفصحى لينا اول اغنية خاصة لك؟ بتحبي انت اللغة العربية الفصحى ولا كيف؟ كان عندي زي حب معين اعمل الاغنية الاولى بالفصحى، او كل اغنية عربية رح اعملها تكون بالفصحى. أول إشي عشان ما فيش عندي حدا اللي عن جد إنه حدا باللهجة الفلسطينية اللي هادر أتمثل فيه بالغناء، وكان شوي بالنسبة إلي شوي بيكون إشي مش حقيقي إن أغني بلهجة مصرية أو لهجة لبنانية. حبيت تغني بلهجتنا يعني. وبرأيك فيش شعراء اللي بتكتب أشعار بلهجتنا، أشعار غنائية يعني؟ بلا في، بس ما حسيتش إنه بعرفش، ما قدرتش ألاقي هذا اللي أنت بدوري عليه. اللي بدور عليه. وبالتالي اللي شفت إنه هذا كمان شعر اللي حياة سيدي كان كاتبه. سيدي اللي أنا ولا مرة كان عندي فرصة إني أتعرف عليه. ما شفتي يعني، بس من كلماته حبيت النص يعني. بس من كلماته حبيت النص، وقررت إنه
ترجميها لأغنية، يعني تحوليها لأغنية. بالضبط. حلو، مزبوط إنه الكلمات انكتبت أكثر من 60 سنة. صحيح. انكتبت أكثر من 60 سنة. كيف لقيتيها يعني؟ حياة سيدي كان كتير يحب يكتب أشعار. وأمي قبل ما تتجوز أبوي كان عايش بالولايات المتحدة بأمريكا. كان يتعلم غاد ويشتغل غاد. وبس كانوا بس جوزوا أهلي وكانوا دين يطلعوا ويرجعوا أمريكا، أمي قررت إنه تحتفظ بأكم من الشغلة اللي هي إلها من البيت. فقررت تنسخ هذا الشعر اللي كانت تحبه لحياة أبوها. حلو. وأخذته معها لهذا الدفتر اللي فيه كتير ذكريات لإلها، أخذته معها على أمريكا. وبالتالي أنا بلشت أدور، طلعت ودورت بالدفتر هذا ولقته للدفتر ودغري جابت لي إياه. الوالدة أكتر واحدة مبسوطة من الأغنية أكيد. ها الوالدة وكل وكل إخوتها. كل العائلة. ها كل العائلة. حلو. سيدك شو اسمه؟ إبراهيم مخول. إبراهيم مخول. والأغنية من ألحانك أنت مزبوط؟ من ألحاني أنا وألحان الفنان أكرم حداد. حلو. أنا قلت في المقدمة أنه أنت اختفيت شوي، غبت شوي عن الساحة الفنية بعد The Voice وبعد الضجة الإعلامية والاهتمام الإعلامي الكبير فيك. وين كنت بهالفترة؟ بهاي الفترة أخذت كتير تجربة مسرحية. يعني قدمت حفلات؟ قدمت حفلات، حفلات اللي هي عادة كانت مغلقة، مش حفلات اللي أنا ببيع كروتي لإلها. أو حفلات ضمن مهرجانات بكل أنحاء الدولة. وكمان أخذ لي وقت أني طلعت من العقد اللي كنت ماضي فيه. فسخت العقد يعني جائفة. بينك وبين الشركة؟ آه اللي كانت مسؤولة عنك. ليش؟ لأنه حسيت أنه هني أول إشي مش كتير، مش كتير بالمرة، ما عندناش فكرة شو بيصير بالوسط العربي عنا. وكيف بنفع عن جد نشتغل مع الوسط العربي. فكان أنا لازم أعمل نص الشغل. ومن ناحية تانية أنه اكتشفت عن حالي أنه أنا كتير بحب أخذ قراراتي وأعمل الأشياء بالطريقة اللي أنا عن جد بتخيلها وبالطريقة اللي أنا عن جد حابة تكون. تحبي تكون مستقلة يعني بدون إملاءات. بالضبط. يعني كانوا حابين إنه يملوا عليك أمور معينة، تغني مثلا أغاني اللي هني بجيبوا لك إياها، ولا ما وصلتوا لهاي المراحل؟ مش بالضبط، كانوا هني إنه يسمعوا إيش عندي هقول. بس دائما كان عندنا مثلا تخوف معين إنه بس شغلنا بالعربي، هني مثلا متعودين إنه يطلعوا أغاني وتمرق مراحل معينة. ويكون عندنا أهداف اللي هي إحنا كعرب مش عنا إياها، يعني مش القدي بتهمنا. زي أفوت مثلاً الراديو الأكبر، محطة الراديو. أو أروح مثلاً أعمل بمحلات معينة حفلات لأول مرة، حفلات وأقدم الأغنية لأول مرة. فبالنسبة لي كنت أفكر بشيء أكبر بكتير، وهني ما كانش تفكيرهن يلائم تفكيري. هل يعني بصراحة أنت توجهك كان للوسط العربي أو ممكن للعالم العربي، وهني أكثر حبوا أنه تكوني يعني موجودة بالمجتمع الإسرائيلي أو أنه تغني بالعبري؟ ولا مش بالضبط. لا مش بالضبط، بس انه ما كانش عندنا ولا اي معلومة عن كيف ممكن يشتغلوا بالطريقة اللي هن مش متعودين عليها. نعم. بفهم من كلامك انه انت مبسوطة انه شاركتي بذا فويس، ولا ندماني ولا كيف؟ من دون ذا فويس كان بعدني بتعلم بيولوجي او طب بالتخنيان. وكنت بكون عم بتحسر انه كيف انا قاعدة وسامحة لنفسي ما احققش حلمي. يعني مبسوطة طبعا. كثير مبسوطة. هل الاستقلالية هاي اللي بتحكي عنها لينا صعبة ولا بالعكس سهلة؟ كثير 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 صعبة، ولا مرة ما تجربة التعبة. لدرجة ان هذيك اليوم بتقول لي انه اشتقتيش للتعليم للدراسة لهيك اشياء، اقول لها ماما اسمعي، يعني انا بحسب رايي كل واحد بيقدر يتعلم، كل واحد عنده القدرة يتعلم ويخلص لخب. بس اني انا اعمل شو انا اسا عم بعمل بحياتي ما توقعتش من حالي يكون عندي القدرة أعمل هاي الأشياء. وكتير كاملة مع الأشياء، إشي كتير 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 صعب، بس من ناحية تانية كتير ببسط وكتير بحسسك إنك أنت كنت 100% مع حالك وأخذت الطريق اللي أنت كامل معها. حلو. إيش الصعوبة؟ الميزانيات المطلوبة، ولا إنه تاخدي قرارات صعبة، ولا كيف؟ كمان الميزانيات، كمان القرارات، كمان الضغط، كمان أنت لازم تعمل حسابات لأشياء اللي هي كتير كتير صغيرة اللي مخصاش بالموسيقى. ويكون يعني
لازم تعمل كتير اشياء قبل ما تبلش عن جد تهتم للموسيقى اللي انت بتعملها وللعروض وللاداء تبعك. حلو. انت الاغنيه اللي عم تحدث عنها راح تصور لها فيديو كليب اللي سمعناها باول برنامج راح يكون في لها فيديو كليب ولا لا؟ ممكن كتير بعد مش قادر اقرر. بركي عملنا زي حبيت اعمل استفتاء بتوقع الناس بتحب تشوف اكيد فيديو كليب لهالاغنيه. حلو الاغنيه لانها تسلم شكرا كثير. جايبة عدد مشاهدات منيح لينا، مبسوطة أنت من هالعدد؟ بهمك إنه تتابع قديش الناس بتسمعها؟ صراحة كل يوم بفحص قديش عم تعلى. كنت بحب تضلها بنفس نفس الوتيرة تعلى زي كيف أول أيامات. قديش شافوها على اليوتيوب يعني؟ حاليا أفكر 24 أو 25 ألف. حلو. وبأول يوم هال 24 ساعة كان عليها 8000 مشاهدة. حلو. وكان بتأمل إنه يكمل الإشي بنفس الوتيرة، فبس منطقي إنه يكمل الإشي بنفس الوتيرة. بدي أحاول إنه أكثر المشاهدات. إسا رح يعني تدخل معنا كمان سباق فن فنانين، وإن شاء الله كمان تحصل على مراتب حلوة ومتقدمة إن شاء الله. إن شاء الله. بدنا نحكي كمان عن تحضيراتك لكونسرت رح يكون لإلك باسمك، مزبوط؟ عم بشتغل على كونسرت اسمه فيروزينا. اللي هو دمج بين اسمي وزن فيروز. حلو. اللي هو أغاني فيروز اللي كلنا بنحبها وكبرنا عليها، بس معمولها توزيع شوي جديد شوي بيختلف. رح يكون معي 17 عازف. حلو. معي التوزيعات مسؤول برضو أكرم حداد. وين رح يكون هالكونسرت؟ أول كونسرت رح يكون ب5/12 بقاعة ماري يوسف بن ناصري. والعرض الثاني رح يكون ب24/1 بمركز المؤتمرات بحيفا. البعض ممكن يتساءل لينا ليش أروح أحضر كونسرت لأغاني فيروز وأنا أقدر أسمعها لفيروز دائما، يعني بعدها موجودة وأغنيها موجودة، شو اللي بدها تجدده لينا لإلي؟ صراحة جت الفكرة من أنه بذا فويس عملت تجديد لبذكر بالخريف. وأخذت كتير تعليقات حلوة على الإشي، وكتير حبيت انه كمان الجيل الصغير عم بلاقي كمان طريقة اللي هو بيرجع يسمع الأغاني القديمة أو أغاني التعنقول التراثية تبعتنا أو تقليدية صح. وكتير همني انه أجيب هذا الشو للعروض الموسيقية تبعتنا. رح يكون في زينة مسرح اللي هي بعد ما احنا مستعودين عليها زي زينة مسارح المسرحيات او الميوزيكلز نفسها مسرحيات غنائية، وانه عدد عازفين كتير كبير، والتوزيعات كلها رح تكون عن جد جديدة. يعني الدان رح تسمع انه في رح يعني تغيروا بالاغاني بتوزيعات الاغاني ولا رح تحافظوا على الاغاني؟ رح احافظ على الالات الاصلية، مش محافظين عليها بالضبط. برأيك هاي إضافة ولا ممكن البعض ينزعج يقولوا عم يضروا بهالأغاني ولا لا؟ ممكن حدا ينزعج، بس كان مهم كتير عندي وعند أكرم إنه التوزيعات تضلها حلوة وتضلها مش كتير بعيدة عن الأثر الأغنية الدان متعودة عليه. نعم. يعني إذا اللي حبوا شو عملت بالخريف رح يحبوا شو رح يكون في الكونسرت. طيب بالنجاح. شو رأيك بأرب آيدل؟ كون أنت خريجة برنامج لإكتشاف المواهب، عم بتتابعي هيثم خلايدي ومنال موسى؟ بتابع قد ما بقدر قدر الإمكان، لأن أغلب وقتي بكون بريت البيت. بس كتير فخورة بأنه في عنا وأخيرا حدا بالعالم العربي، وأنه العالم العربي صار يشوف فينا كعرب الداخل جزء منهم. طب لينا بصراحة، يعني أنت لما دخلتي على The Voice بالقناة الثانية بطل في عندك إمكانية أنه تشاركي بأي برنامج لإكشاف المواهب بالعالم العربي، في ندم معين ولا لا أنت اكتفيتي بالنجاح اللي عملتي هون؟ الندم المعين هو أنه ما كانش في عندي هالإمكانية أطلع وقتها. وكمان انه اطلع اشارك ببرنامج زي ارب ايدول اللي هو الغناء فيه لازم يكون باللغه العربيه فقط، لازم اتقن انا بالاول الغناء التراثي والطرب. انت ما بتغني طرب؟ والطرب انا ما بغني طرب، وكبرت اكثر على اغاني اجنبيه وفيروز طبعا، وفيروز هي اكثر اغاني اللي هي غربيه من ناحيه لحن. نعم. من ناحيه عمليه كمان بفهم انه ممنوع تشاركي في برنامج كونك فزتي او شاركتي في برنامج ذا فويس صح؟
صح لكم من سنة يعني من بعد اشتراكي ببرنامج The Voice حسب العقد تبع The Voice العالمي بيمنع اني اشترك ببرنامج بمسابقة غنائية. حلو. طب بصراحة مين بيعجبك اكتر من الموسى ولا هيثم خلايلي بالنسبة لأرب ايدل؟ هيثم. هيثم ليه؟ بعرفش بقدر بقدر عن جد اغمض عيني بس اسمعه و عن جد يعني تسرحي معاه يعني ياخدك معاه اسرح معه بالضبط. حلو. طيب النجاح لهيثم خلايلي وكمان لمنى الموسى وللينا مخول طبعا بالاغنيه وراح يكون في اغاني جديده كمان قبل الكونسرت أكيد. اغاني خاصه قبل الكونسرت مش رح الحق لانه لسه التحضيرات كثير 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 مكثفه للكونسرت بس بعد الكونسرت اكيد بالنجاح. لينا مخول تحب تقولي كلمه للمستمعين؟ بحب أقول إنه شكرا على كل الدعم اللي كان يعطوني إياه بآخر سنتين وإنه من دونهن عن جد ما كانش رح يكون في عندي هاي القوة إني أكمل بطريق مستقلة وأعمل الأشياء بالطريقة اللي أنا عن جد كاملة معها. النجاح لينا مخول بسطنا الحديث معك اليوم. إلى اللقاء. وأنا كمان. باي باي. إلى اللقاء. باي باي. مع لقاء مع لينا مخول نختم حلقة اليوم من فن فنانين لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. تحية كمان لأوسكار سعد من الهندسة الإذاعية والعوض دائما بصور ضيوفنا وتحية كمان لعرين بصول وجسلين محمد بريق معنا كانوا بالإنتاج. إلى اللقاء. قصة مش طقس يا حبيبي.